يظن الإنسان أن الشدة والغلظة هي الرجولة. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جانب من جوانب حياته المهمة جدا جدا، الجانب الإنساني الرفيع، في صلته صلى الله عليه وسلم بزوجاته، في صلته بأهله عليه الصلاة والسلام، الذي كان يقول خياركم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، في رواية خياركم خياركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي. اليوم لما نتكلم احنا عن الرومانسية مثلا او عن المشاعر او عن الحب، لما نجي الى حياة النبي صلى الله عليه وسلم نجد ألطف الناس، احسن الناس، اكرم الناس في تعامله صلى الله عليه وسلم في كل الجوانب. اذا جينا الى الحب والى الوفاء، نجد كيف كان صلى الله عليه وسلم حبه لخديجة، كان من وفائه وحبه اذا ذبح الشاه يقول خذوا هذا فقسموه على صويحبات خديجة. يعني من اليوم اللي يفكر في صاحبات مرته؟ الناس ربما يتصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي يتكلم بالفصحى وعليه الهيبة وعليه الجلالة والناس جالسة عنده كأن على رؤوسهم الطير. واحد من الصحابة تصور هذا الشيء، راح قال للسيدة عائشة، قال لها أنتم كيف تجلسوا مع الرسول هذا؟ إحنا لما نجلس بين يديه ما نقدر نطل في عيونه، ما نقدر نشوف عيونه. قالت لا، كان صلى الله عليه وسلم كان في البيت كأحدنا، يضحك معنا ويأكل معنا وكان يكنس المنزل. من اليوم أرجى الرجال فينا اللي يقوم يكنس البيت. أحيانا الرجال لما يكنس البيت ولا ينظف حمام يحس نفسه أنه هذا يعني جرح في رجولته ولا خدش في رجولته وفخامته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنس البيت، يقوم البيت، كان يخيط ثيابه صلى الله عليه وسلم، كان يرقع الثوب، كان يقوم يربط القرب. تقول سيد عائشة حتى إذا أذن المؤذن فكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع 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 زوجته يعطيها حقها بالكامل. كان يتزين لزوجاته، كان في هيئته، في منظره، كان من لطفه يضاحك زوجاته. وكان ربما كما جاء انه خرج في سباق مع السيدة عائشة، قام يسابقها مرة وسابقها مرة أخرى. هذا اللي إذا الناس تكلموا عن الرومانسية والجمال، طالعوا حياة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه ما نحكيها على سبيل أنها قصص نادرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يقول لك يمكن هي موقفين. هذه هي حياة رسول الله كلها، كل حياته مع زوجاته كان على هذا النحو. يوم صلح الحديبية، يوم أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، كان الصحابة في حالة اكتئاب شديد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكتئب، أصحابه ما سمعوا كلامه. فأم سلمة قالت له يا رسول الله ما لك هكذا؟ قال أصحابي فعلوا وفعلوا. قالت ما عليك بهم يا رسول الله، أخرج فانحر هديك واحلق رأسك فإنهم سوف يفعلون. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أم سلمة في هذا المقام، وسجلت هذه في تاريخ النساء، أن النبي محمد بن عبد الله الذي ينزل عليه الوحي وأعقل الناس وأذكى الناس وأرجل الناس، أخذ برأي زوجته في قضية مصيرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من اهتمامه صلى الله عليه وسلم بزوجاته أنه صلى الله عليه وسلم ما سافر إلا ومعه أحد من زوجاته، حتى كان يقرع بينهم بالقرعة كل ما أراد أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع أخذ زوجاته جميعا معهم في هذه الحجة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحس أنه المرأة عبء، أنه ثقل على ظهره. من المواقف الجميلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام واحدة من زوجاته، يقال أنها السيدة صفية، تريد أن تطلع على 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 الناقة وما استطاعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم انخفض ووضع لها ركبته وجعلها تدوس بقدمها على رجله لتستطيع أن تصعد. يعني اليوم ممكن نشبهها بأن الواحد مثلا يفتح لزوجته باب السيارة. من اليوم مثلا يفتح لزوجته باب السيارة وهو فرحان، ويحس أن هذا إحسان، يحس أن هذا اتباع للحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مما جاء منصوص عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته ما ضرب امرأة قط. اليوم الرجال اللي يظن نفسه أنه رجال وأنه رجولته
قوته، لما يقوم يلطم امرأة ولا يضربها يحس انه قوي، يقول له اللي هو ارجل منك الف مرة. الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما امتدت يده على امرأة لانه كان كامل. فاليوم الذي يمد يده على زوجته انما هو ناقص الرجولة، واما الرجل الذي يريد ان يكون عنده من رجولة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي يراعي، الذي يلاطف، الذي يصبر، الذي يحلم، الذي ما تفارق ابتسامته وجهه اذا دخل على اهله، هذا هو الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الرجال، خاف على النساء. هذه رسالة للنساء، انه شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة يا نساء احن عليكم من اي انسان في العالم كله. من اخر وصاياه لما وصانا في مرض موته، وصانا بالصلاة، وقال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. هذا كان شعار سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. يا من تريد أن تكون قريب من رسول الله، حبيب لرسول الله، شبيه برسول الله، عامل زوجتك معاملة جميلة جيدة، واصبر واحلم وتلطف وانبسط معها، وقم بأداء حقوقها والإحسان إليها. هذا سيقربك من رسول الله، ستكون مشابه له في الخيرية التي تجمعك به على حوضه المورود يوم القيامة إن شاء الله تعالى.